انا عايز اقول لحضراتكم ان كل سنه واهالي مسقط راس الشيخ ابو العينين شعيشع بيحتفلوا بالثانويه بتاعته في محافظه كفر الشيخ. علشان كده معانا الاستاذ محمد اليماني حفيد الشيخ ابو العينين شعيشع علشان يكلمنا عن هذا الاحتفال وازاي الاهالي عنده بيحتفلوا بجده وايه اهم الذكريات اللي ممكن تبقى يعني موجوده في هذا الاحتفال. بنرحب بحضرتك يا فندم ومنورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ مصطفى. صباح الخير يا استاذه بسام. صباح الخير على حضرتك. وبشكركم على الاهتمام بالذكرى السنويه للمرحوم الشيخ ابو العينين شعيشع، وبنهنئ مصر وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والعالم الاسلامي بقرب عيد الاضحى المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. الله يبارك فيك. حضرتك احنا بنحتفل سنويا في مسقط راس الشيخ ابو العينين في مدينه بيله. بالذكرى السنويه لوفاته رحمه الله عليه. بنجتمع كل الاهل والاقارب والاصدقاء والمقرئين من مدينه بيله او اجوار مدينه بيله لقراءه ايه الذكر الحكيم والترحم على روحه رحمه الله عليه والدعاء له بالمغفره والرحمه. حضرتك طبعا انا يعني مش هتكلم عن نشأته لان التقرير اللي اتقدم ده فيه حاجات كتير قوي مش هنقدر نتكلم عليه، فهنتكلم على ان الشيخ ابو العينين شعيشع من المفارقات الجميله في حياته ان اول من اكتشف صوته في تلاوه القران كان ناظر المدرسه القبطي الاستاذ منير جرجس. ده اول من اكتشف حب القران وصوت وجمال صوت الشيخ ابو العينين شعيشع في تلاوه القران، واوصى اسرته بانهم يهتموا، الكلام ده كان تقريبا عنده 7 سنين الشيخ ابو العينين شعيشع، يهتموا بتحفيظه القران وتلاوته للقران. حضرتك نتكلم ايه تاني نقوله؟ لا انت رجعتنا لطفوله طبعا الشيخ شعيشع. عايزين نعرف، هي مليانه بالحكايات، مليانه بالحكايات بقى. الشيخ ابو العينين شعيشع طبعا هو الاخ ال 12 من اسره الشيخ الحاج ابو شعيشع رحمه الله، وده كان اصغر واحد في ابناء الشيخ ابو شعيشع. حضرتك والده توفى تقريبا هو عنده 8 سنوات وتاثر بوفاه والده جدا، عشان كده هنلاقي انه معظم قراءات الشيخ ابو العينين شعيشع يغلب عليها طابع الحزن والشجن. وكان دائما يقرا بمقام الصبا وهو المقام الموسيقي المعروف عنه الحزن والشجن. الشيخ ابو العينين شعيشع قرا عام 1936 قرا في محافظه الدقهليه في حفل الشهداء بمدينه المنصوره، وعن طريق دعوة أحد الموظفين الكبار بمديرية الدقهلية انتشر الصوت، وانتشر صوته بعد ذلك، يعني وانتشر صوته بعد ذلك من أعلام دولة التلاوة. من أعلام دولة التلاوة. طيب هل يعني في اسطوانات ما زالت باقية عندكم؟ يعني شرائط كاسيت، أي شيء من الأشياء اللي هي ربما يعني فيها لم تذع حتى الآن أو لم تطلها يعني الاضواء او تدخل في دائره الضوء غير اللي موجود يعني في الاذاعه والتلفزيون او في التسجيلات؟ موجود يا فندم، موجود عندنا بعض الشرايط وموجود عندنا بعض التسجيلات النادره جدا للشيخ ابو العينين شعيشع. فيها ايه؟ فيها قراءات بس خارج مصر، يعني كانت قراءاته دائما خارج مصر، في العراق، في الاردن، في لبنان، في المسجد الاقصى، موجود عندنا الشرايط دي موجوده وما زلنا محتفظين بيها. وجميع مقتنياته حضرتك في شقته الخاصه في مصر الجديده موجوده، كل مقتنياته والناشين اللي حصل عليها والاوسمه اللي حصل عليها من القاده والزعماء العرب موجوده لحد النهارده. عظيم عظيم. وطبعا محافظين عليها لان ده تراث، ده مش ملكنا، ده ملك الناس كلها. اكيد اكيد. طب احنا عايزين نعرف يمكن ابرز الصفات اللي ميزت الشيخ الله يرحمه كانت لافته لكل من يتعامل معه. الشيخ ابو العينين الله يرحمه كان عنده صفات جميله جدا، وكلنا يعني اخذنا منه الصفات دي الحمد لله بفضل الله. يعني اولا كان جابر للخواطر جدا. يعني لما كان في حد يكون مريض ولا حاجه من الاسره يجي من القاهره مخصوص عشان يزوره. اهتمامه باهل القران في مدينه بيله دي كانت حاجه جميله جدا جدا، وكان دائما يوصيني انا، يعني انا كنت قريب منه شويه لما كان ينزل عندنا في البلد، كان دائما يوصيني في تليفوناته وفي كلامه معايا ما تنساش اهل القران، شوف اهل القران في مدينه بيله طلباتهم ايه، اي حاجه عاوزينها بلغني، اي عقبه قدامهم يزلها. حاول كتير جدا والحمد لله نجح في انه طبعا يخلي جزء منهم يلتحق بنقابه القراء القرآن الكريم. وكان دائما ودود وعلى صلة
وعلى صله رحم باهله وباقاربه في بيلا. كان يجي حضرتك كان دايما يزور بيلا، ما كانش بيجي في مناسبات بس، لا كان دايما يزور بيلا. لما يعني ينزل بيلا يسال مين اللي مات من اهلي، مين اللي مات من اقاربي، مين اللي عنده فرح، مين اللي جوز ابنه، ويروح يبارك ويروح يعزي في اهله. فكان دائما يصل رحمه مع اهله، يعني كان صفاته جميله جدا. وطبعا لما كان بينزل عندنا هنا في بيلا كنا كلنا بنجتمع معاه ونجتمع حواليه، يعني رغم سفره رغم سفره كان بيجي يعني لا كان مهتم باهل بلده جدا. جدا جدا كان مهتم باهله جدا وباهل القران خاصه في مدينه بيلا هنا. حدثتني عن زيارات كثيره للشيخ ابو العلين الشعيشه، وذكرت منها قراءات في المسجد الاقصى. ربما الكلام ده كان قبل يعني اعلان دوله الاحتلال هناك قبل 48، قلت لي 36 بدا. اتكلم ايه عن ذكرياته هناك؟ هل في احاديث تواترت؟ هل في ذكريات ادى عن زيارته الخارجيه للدول العربيه، وكيف كان يتم استقباله والاحتفاء به؟ اكيد بالتاكيد الذكريات دي حاضره في ذهنك يعني من خلال احاديثه معك. هو حضرتك هو بدا 36 لكن التحق بالاذاعه المصريه سنه 1939 و17 سنه زي ما حضرتكم قلت. التحرير قال ان هو اصغر قارئ حتى الان في تاريخ الاذاعه المصريه. كان هو كان بيقول لنا انه كان بيقابل مقابله الرؤساء. أيوه. يعني لما كان بينزل الدوله العربيه لاحياء حفل هناك او مأتم لاحد الامراء او الاميرات او الملكات هناك وخاصه في العراق، فكان بيقول لي انا كنت بتقابل مقابله الرؤساء وانا نازل المطار. أيوه. بيقابلني وفد رسمي وكاني رئيس جمهوريه نازل. أيوه. وله ذكريات كثيرة بقى، بس مش يعني مش مجالها ان ابرزها يعني ابرزها يعني في نقاط محددة كده. هم كانوا بيحبوه جدا في العراق، واتذكر مرة ان المسجونين السياسيين هناك لما عرفوا ان الشيخ ابو العينين موجود طلبوا انهم يقابلوه. أي. فالسلطات هناك رفضت. فأصروا عملوا إضراب في السجن لغاية ما الشيخ ابو العينين ذهب لهم وقرأ في السجن اللي هم فيه، وعملوا له سجادة بايديهم كده مشغوله بالايدي هناك. الله. وكتبوا عليها اسمه. موجوده حضرتك السجاده لحد النهارده موجوده في المقتنيات بتاعته، وكتبوا عليها اسمه وكتبوا ذكرى وصول الشيخ ابو العينين وزيارته لسجن العراق للمسجونين السياسيين. وموجوده السجاده دي لحد النهارده في المقتنيات بتاعته. فدي من ضمن الذكريات الجميله للشيخ ابو العينين. يعني ليس فقط اصغر قارئ لكن كمان جابر للخواطر. جابر للخواطر جدا. الله يرحمه. يعني شكرا ليك الأستاذ محمد اليماني حفيد الشيخ أبو العينين شاعي شعر.